السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. ما زلنا بنتكلم في موضوع vSphere Lifecycle Manager، وكنا بدأنا فيه في أول محاضرة واتكلمنا على موضوع vCenter Server Update Planner ووضحنا الفكرة الخاصة بيه. والمحاضرة فاتت كنا اتكلمنا واخدنا overview كده عن vSphere Lifecycle Manager، قلنا اللي ده مسؤول عن عملية الأبديت والأبجريد الخاص بالSXI، وتقدر من خلاله برضو تأبديت الفيمور تولز وتأبديت بعض الSXI درايفرز على مستوى الهاردوير. وكنا اخدنا بشكل عملي كده الانترفيس الخاص باللايف سايكل مانجر، وضحنا موضوع السيتنج واللي منها نقدر نحدد السورس اللي انا يداونلود منه الباتشز اللي موجودة، سواء من على الانترنت دايركت او من على ابديت مانجر داونلود سيرفيس، او من خلال ان انت تعمل اكسبورت امبورت الباتشز دي حالة لو انت عملها داونلود مانيوال، لو الفي سنتر مش هيقدر يكونكت على الانترنت. وشوفنا طبعا في التابة اللي هي الخاصة بالابديت، هنا دي بيكون فيها كل الباتشز اللي موجودة ومتوفرة عندك، اللي من خلالها هنبدأ بعد كده نعمل البيز لاين، وهو ده موضوعنا النهاردة. ازاي بقى هنعمل بيز لاين؟ اللي بيه البيز لاين ده بيكون جواه باتش او اكتر، من خلاله بنبدأ نعمل تطبيق للبيز لاين ده على احد الاس اكس اي اللي عندنا او على كلاستر كامل عندنا. طبعا احنا كنا زي ما قلنا بدينا في الموضوع ده بشكل عام المره اللي فاتت، شفنا السيتنج والبيز لاين والابديتس. النهارده بقى عايزين نشوف البيز لاين. يعني كمثال مثلا عندنا، على فرض ان احنا ناخد كده سيناريو عملي، ان احنا عندنا عايزين نعمل ابديت لاحد الاس اكس اي اللي موجود عندنا. طبعا زي ما قلنا هو في الابديتس هنا، طبعا انا مخلي الفي سنتر بتاعي دايركت كونكت على الانترنت، فهو جاب كل الباتشز اللي هي ال 6.5 6.7 وال 7، هو بيجيب له كله بصراحه. لو عملنا كده ترتيب بالتاريخ، ويعتبر هنا يعني جاب حاجات لغايه ال 7 ابديت 3، هو بيجيب كل الباتشز سواء انت محتاجها او مش محتاجها. ده علشان كده احنا بنعمل بقى البيز لاين. البيز لاين بنحدد انهي باتش معين اللي عايز تطبقه عندك، وممكن تحط اكتر من باتش. طبعا زي ما قلنا عندنا هنا بيكون الابديتس موجود، ده الاي دي بتاعه، وفي البيلد نمبر الخاص بيه، السيفيرتي بتاعتها اللي هي كريتيكال ولا امبورتنت ولا مودريت، الكاتيجوري بتاعتها اللي هي باج فيكس ولا سكيورتي ولا انهانسمنت. ده كل التفاصيل دي بتكون مهمه بالنسبه لنا واحنا بنكاري البيز لاين، لان انت ممكن تفلتر على الاساس ده. طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت الامباكت اللي بيحصل عندنا ان الهوست لازم يكون في المينتيننس مود وهيتعمل له ريبوت. طبعا ده كله بيحصل، الريبوت ده بيحصل بشكل اوتوماتيك بعد ما هو يخلص الريميديت للهوست. طيب لو احنا مثلا كمثال عايزين نعمل ابديت لاحد الاس اكس اي اللي عندنا، طبعا كل الاس اكس اي اللي عندنا اللي هي 7 ابديت 2، ده البيلد نمبر بتاعها. البيلد نمبر ده مهم جدا. فالتلاتة اس اكس اي عندنا اللي احنا استعملناهم بدايه من التريننج ده، يعتبر يعني مثلا ناخد الاس اكس اي اللي هو 113، ده 7 ابديت 2 وده البيلد نمبر بتاعه. طب لو انا مثلا عايز اعرف البيلد نمبر بتاع ده اللي هو ابديت 2 بس من غير كاركتر بعد كده، هل هو ابديت 2 اي او مثلا لو في بي سي دي؟ طبعا كل ابديت بيكون ليه، او كل يعني اصدار عندنا بيكون ليه مجموعه من الاصدارات المتفرعه منه، بتلاقي دايما بتاخد بالحروف، ملهاش قاعده ان هو يكون كام اصدار، ده حسب الاحتياج يعني عند فيمور. طيب طبعا لو انت خدت البيلد نمبر ده ودخلت هنا في كيبي ارتكل جميله جدا، دي موجود فيها كل الاصدارات الخاصه بالاس اكس اي بالريليز نمبر بتاعها والبيلد نمبر. يعني مثلا احنا حاليا في 7 ابديت 2 مثلا، ده اول واحد في 7 ابديت 2 هو ده، ده اللي عندنا اللي هو بدايته 176 ده. طيب ده بقى دلوقتي نقدر مثلا متاح بعده 2A و C و D و E. دلوقتي ده اخر حاجه في الايه، في الايه يعني ده اللي هو يعتبر ايه نازل الفتره دي. طيب هنا بقى نقدر في الابديت مانجر، هو اوريدي يعني لو عملنا هنا سيرش على 702 مثلا اللي هو 7 ابديت 2، ده كل الاصدارات اللي هي الايه المتوفره عندنا اللي هي نفس اللي هي موجوده في الايه في البيلد نمبر دي. على فرض مثلا ان احنا حاليا اللي عندنا الاصدار اللي عندنا اللي هو ده، طب انا عايز اعمل له مثلا ابديت لل 2 سي مثلا. جميل. طيب ال 2 سي اللي هو بدايته اللي هو ال 184، خلاص هو ده نتاكد هنا اللي هو 2 سي اللي هو ال 184 مظبوط. انا عايز اعمل مثلا ابديت للاس اكس اي اللي عندي. طبعا زي ما قلنا قبل كده اهم شيء ان انت قبل ما تعمل ابديت للاس اكس اي او ابجريد
تتاكد ان الاس اكس اي بتاعك كهاردوير يسبورت والفيرموير اللي عليه يسبورت الاصدار ده. طبعا هو ما دام انت هتطلع في نفس الابديت يعني مثلا هو ال 2A وخلاص سواء A او B او C او غيره, فدايما ده بيبقى ايه في الغالب الهاردوير هيبقى سبورت بالنسبه له. انما هي الفكره اللي لازم تتاكد عليها لو هتطلع مثلا من ابديت 2 مثلا لابديت 3, لا ده اللي هيبقى فيه ميجر ريليز زي ما بنقول, فبالتالي لازم تتاكد هل الهاردوير يسبورت الابديت 3 ولا لا. انما الابديت 2 في اختلاف الحروف بتاعته A B C كذا حسب الحروف اللي متوفره فيه, ده في الغالب بيبقى ايه كله سبورت مفيش فيه اي مشكله. لكن كدبل تشيك اتاكد, لان لو هو مش سبورت ده بيعمل لك مشاكل بعد كده. طبعا انت تقدر تشيك على الموضوع ده زي ما وضحنا قبل كده اكتر مره على السايت اللي هو الفيم ورك كومباتيبلتي جايد, تحط الموديل بتاع السيرفر بتاعك هيقول لك اه ده يسبورت 7 ابديت 7, طب 7 ابديت 1 ابديت 2 ابديت 3 حسب الاصدار, ويقول لك ده لما يكون عليه الفيرم وير كذا. لا ده احيانا الفيندور لازم كهاردوير فيندور لازم يابديت الهاردوير فيرم وير علشان يقدر تشتغل مع الاصدار عندنا. طيب احنا بقى بالنسبه لنا عايزين ابجريد او نابديت في الحاله بتاعتنا دي اللي هو ال2C اللي هو الرقم بتاعه ده. طيب انت ممكن طبعا علشان يسهل لك وانت بتكريت البيز لاين انت ممكن تاخد الاي دي بتاعه ده تاخده كوبي كده. ليه؟ لان احنا لما نيجي نكريت بيز لاين زي ما نشوف كمان شويه هتلاقي ان في عدد باتشز كتير جدا. طب ازاي افلتر واعرف اللي هي المناسبه ليه؟ انت ممكن تاخد الاي دي هنا وتسيرش عليه, ده احد الطرق يعني. طيب لو جينا كده نكريت اهو بيز لاين, تمام طبعا دي الثلاثه ديفولت بيز لاين اللي موجودين, لا انا مش هستعملهم, انا هكريت واحد انا جديد هقول له بيز لاين. طيب البيز لاين هنا هقول له مثلا ايه؟ TSXI مثلا ابديت, يعني دلوقتي اعمل ابديت. طبعا الاسم اكتب الاسم اللي يبقى موضح يعني بالنسبه لك, انما لو كتبت اي حاجه مفيش مشكله. احنا دلوقتي عايزين نطلع ل 7.0.2C تمام, TSXI ابديت هنطلع الابديت لكذا. طيب طبعا للعلم بقى انت عندك هنا هتلاقي فيه الكونتنت هنا ثلاث اختيارات, الثلاث اختيارات دول مهمه جدا لازم تركز فيهم. الابجريد ده لو انا بطلع يعني اختلاف كبير زي مثلا هابجريد من 6.5 ل 6.7 او من 6.7 لل 7 او 6.5 ل 7 حسب اللي كونتابلت عندك. هي الاختلاف المهم من الابجريد ده ما بياخدش من الباتشز اللي هي كانت موجوده احنا شايفينها من شويه, لا ده الابجريد ده لازم يكون فيه ايزو ايمج انا برفعها على اللايف سايكل مانجر وابجريد من خلالها. يعني انت بتابجريد كده من الايزو كامله بنفس بتاعه الايه السيت اب, ودي هنشرحها بعد كده بالتفصيل. الباتش دي اللي احنا بقى اللي هي الباتشز اللي احنا شايفينها من شويه اللي هي الابديت اللي يخص الاي 6 اي. الاكستنشن دي لا دي بتكون خاصه بهتابجريد مثلا او هتابديت درايفرز او فيرموير لهاردوير للاي 6 اي عندك. فاحنا مثلا بالنسبه لنا الان هنعمل ابديت بس, فالباتشز هنا هي اللي هتبقى دي مناسبه بالنسبه لنا ونقول له نيكست. طيب هنا بقى طبعا زي ما قلت لك هو شايف ان في عنده 990 ماتش, يعني 990 حاجه تقدر تعمل لها ابديت. طبعا لان هو جايب لك هنا البرودكت جايب لك لكل الاصدارات, يعني 7 ابديت 2 7 7 ابديت 1, يعني هتلاقي هنا 7 ابديت 2 كذا, وجاب لك ال 8 كمان وال 6.5 6.7, يعني جايب لك ليه لكل الاصدارات. فطبعا انت هنا تقدر تفلتر بقى تقول له ايه الكرايتيريا, يعني ممكن اقول له هات لي الباتش اللي يخص فيندور معين. يعني مثلا لو جيت تخص مثلا تقول له هات لي اللي يخص مثلا فيم وير, اه قال لك 300 وشويه. طب اللي يخص مثلا 7 ابديت 2 قال لك مش عارف ده في واحد هنا. فانت تقدر تفلتر بالايه بالشكل ده, او ممكن تحدد هنا برضه في السيفيرتي هل هو كريتيكال امبورتنت كذا. طب الكاتيجوري بتاعه هل هو سكيورتي, هل هو باج فيكس, هل هو انهانسمنت, فتقدر تحدد. او ممكن تقول له بالريليز تحدد هنا التاريخ, تقول له هات لي كل الباتشز اللي ظهرت مثلا في خلال من 3 شهور مثلا, يعني من شهر كذا لشهر كذا, فتقدر تفلتر. دي كلها بتسهل عليك عشان تقدر توصل للباتش اللي انت محتاجه, او ان انت بتكون عامل كوبي للاسم بتاعه زي ما عملنا. وهاجي هنا في الماتشز شوف هنا مديك باتشز كتير جدا اقدر افلتر عليه. طيب واحد يقول لي ازاي هو هنا مديني 990 يعني ماتش, يعني 990 باتش هنا, مع ان احنا اصلا لما كنا شايفين يعني لو رجعنا تاني ل الابديت لو دخلنا تاني على اللايف سايكل مانجر هنا العدد اللي المفروض في الابديتس هنا كان اقل. لو جينا هنا في الابديت شوف هو مديك كام, 76 ابديت. طب ازاي هو 76 و هنا بيقول لك ده انت عندك 990 حاجه, ولو فتحت فعلا هتلاقي الايه
الرقم ده تطلع. شوف اهو 990 ابديتس. طب ازاي هنا مديني 990 ابديت وهنا مديني 76 بس في الابديتس؟ اقول لك اه، ما هو لان انت هنا في انت مفلتر اصلا على حاجه. يعني انت لو جيت هنا في الرول اب ده، تمام اهو في الرول اب ده ابديتس، ده اللي بيديك بقى ان انت كل الباتشز ده بكل المكونات اللي جواها. بمعنى ان ال 976 ابديت ده هو عمليا كل واحد من ده جواه مجموعه من الباتشز. بمعنى هو مش معنى ان في مول بتقول لك انا هابجريد مثلا او هعمل ابديت مثلا من زي اللي احنا هنعمله دلوقتي من ال 7 ابديت 2 ل 7 ابديت 2 سي، معنى كده ان هو باتش واحد جواه. لا، ده هو الباتش ده جواه فايلز كتير وسوفت وير كتير هيتعمل له ابديت. ممكن يكون حاجه على مستوى الهاردوير، ممكن يكون حاجه للسوفت وير، ممكن يكون هيأد سيرفيس، ممكن هيكون يحل مشكله. فبالتالي ده بيبقى فيه تفاصيل كتير. لو انت عايز تشوفهم بقى بالتفصيل اهو، الغي الرول اب ده، شوف جاب لك كل حاجه. هتلاقي فين حاجات كتير اصلا تخص الهاردوير، والهاردوير ممكن يكون اصلا اوريدي امبيدد مع الباتش نفسه الرئيسي اللي عندك. يعني انت لو عايز برضه تقدر تشوف الكلام ده. لو احنا هنا عملنا سيرش على 702 مثلا، الباتش اللي احنا المفروض عايزين نعمله اللي هو التو سي اللي هو ده، ده اصلا لو وقفت عليه كده ونزلت تحت، تمام، الباتش ده جواه بقى فايلز كتير جدا، تمام، او يعني هو الباتش ده نفسه جواه فايلز كتير جدا، ما هوش واحد بس. جميل. فبالتالي علشان كده هو لما بنيجي في البيز لاين بيديك ان انت عندك مثلا ايه 990، يعني مثلا الرقم ده اللي هو يعتبر فيه ايه، في بقى الابديت الرئيسي للاي 6 اي بما فيه كل بقى السيرفيس نفسها اللي هيتعمل لها ابديت، الهاردوير اللي هيتعمل له ابديت، السيرفيس ممكن تكون في سيرفيس هيتعمل لها ريموف. يعني ممكن من اصدار للتاني يقوم هو عامل ريموف مثلا لسوفت وير معين او ريموف لهاردوير معين. يعني كان في مشكله كده مشهوره من فتره على احد الهاردوير بتاع اتش بي اللي مشهور، موديل معين في السينرجي تقريبا، كان في الجنريشن 10، كان عشان تطلع لابجريد من 6.7 او لا من 7 ل 7 ابديت 2 في حاجه معينه كده، كان هو اوتوماتيك لازم تريموف بعض الفيبس. الفيبس دي بيبقى سوفت وير نازل عليه، دي لو سبتها موجوده كان بتاثر، بتخلي النتورك عندك مش ستيبل. فهو اوتوماتيك بيقدر ايه، بيبقى زي سكريبت بقى، نفس الباتش ده بيبقى جواه حاجات كتير، ممكن يقاد، ممكن يريموف، ممكن يابديت حسب بقى المود. علشان كده لما جينا هنا في الايه، في الباتشز بقى او في الماتشز هنا، قال لك ماتش، قال لك انت عندك 990 اللي هو بقى لو انت فتحتها كده هتلاقي في حاجات. يعني ده مثلا الايه البوت بانكر ده بيغير الايه، ده البي سي ام بي ديت حاجات الايه الهاردوير، هتلاقي في بروت كوم ماشي، ده يعتبر يحدد زي الهاردوير برضه. يعني غالبيتها هتلاقي في حاجات هاردوير كتير. طيب فالمهم انت هنا تقدر بقى من خلاله تفلتر وتوصل للباتش اللي انت عايزه، او لو انت عارف الاسم بتاعه تيجي في الماتش هنا، احنا كنا واخدين الاي دي بتاعه و تمام كده، احنا هناخد مين الباتش ده اللي احنا عايزينه. ده ممكن انت برضو ايه تختاره بالشكل ده، تمام، بقول له نيكست. يعني ده لو انت حابب عارف الاسم بتاعه وتختار او تدور عليه، او ممكن تفلتر بالكريتيريا لغايه ما تطلع الباتش اللي انت محتاجه، او زي ما شفنا هنا انت ممكن تطلع برضو بالتواريخ. يعني انت عندك اكتر من طريقه هنا تطلع بيه الباتش اللي انت محتاجه. طيب فانا مثلا هاخد الباتش ده ونقول له نيكست. ده برضو الطريقه دي لو انت كنت عايز تضيفها مانيوال كنت تقدر برضو تسيرش هنا وتضيفه مانيوال، لكن احنا بالنسبه لنا خلاص ضفناه في الخطوه اللي قبلها. قول له نيكست فينيش. هو كده ايه كريت لنا اهوت باتش، او كريت لنا بيز لاين احنا مسمينه 6 ابديت 7 ابديت 2 سي، تمام، النوع بتاعه باتش كاستم. كاستم لان ده احنا مكريتينه بايدينا، البريديفايند دول هم الديفولت اللي موجودين عندنا، تمام. ده الوقت متكرت من باله قد ايه؟ طبعا هو متكرت رايت ناو، لان هو دلوقتي احنا لو عملنا ريفريش كده، تمام، ده هو دلوقتي اللي هو اخر تعديل لي او كريت لي يعني. طبعا انت لو وقفت بقى عملت سيلكت للباتش ده كده، تمام، المفروض تلاقي تحت كونتنت ايه اسم الباتش اهو، او الباتش اللي احنا حددناه. يعني انت اي بيز لاين عندك لو عايز تعرف ايه اللي موجود جواه، ايه الباتشز اللي موجوده جواه، اهو تقدر تعمله من غير ما تعمل اديت وتمشي في الخطوات وتشوف اللي فيه. لا، تلاقي الكونتنت تحت اهوت موجود فيه التفاصيل بتاعتها، انت مثلا الباتش اللي اسمه كذا، الاي دي بتاعه كذا، الحاله بتاعته كريتيكال رول اب، وفي باج فيكس واحد يحل لك مشكله اصلا، فيرجن 7، ايه الامباكت بتاعه من تيننس مود وريبوت، الريليز ديت بتاعه، ده تاريخ الاصدار بتاعه من فيم وير نفسها.
طبعا نفس الكلام، انت لو جيت على مثلا اللي هم الحاجات اللي هي الكريتيكال دي او الهوست سيكيورتي هتلاقي دي كل الباتشز اللي جواها. جميل. فده عشان تتاكد ان انت فعلا خدت اللي هو او اخترت يعني الباتش المظبوط. طيب كده احنا جهزنا البيز لاين، ازاي بقى اطبق البيز لاين دي على اي اس اكس اي عندي او على كلاستر كامل، فبالتالي ابدا ابوش الابديت ده عليه. في الحاله دي نرجع كده للهوستس اند كلاستر. انت عندك طريقتين هنا، يا اما اطبقها على هوست بوست او على كلاستر كامله. يعني انا لو عايز اطبقها على الهوست ده اسيلكت الهوست مثلا اللي هو 113 هتلاقي كلمه ابديت موجوده هنا، تمام. او لو انت رايت كليك برضو على الهوست كده وابديت هتلاقي برضو عندك ابديت هنا تقدر تشتغل منه. او ممكن مثلا على مستوى الكلاستر لو الباتش ده هتطبقه على الكلاستر كلها خلاص تبقى تسيلكت الكلاستر وتيجي برضو في الابديت وتطبقه حسب ما انت ايه، حسب ما انت شايف الانسب بالنسبه لك. طب احنا مثلا دلوقتي هنطبق الكلام ده على الاس اكس اي اللي هو ال 113. شوف خلي بالك المفروض دلوقتي احنا هنعمل اتاتش للبيز لاين، البيز لاين ده نعمل له اتاتش على الاس اكس اي ده، والمفروض بعد ما نشوف الخطوات يعني ازاي نطبق الكلام ده، المفروض بعد ما هو يعمل ريستارت البيلد نمبر بتاعه ده هيتغير وهيبقى للرقم بقى اللي هو كام، اللي هو بدايته 184 اللي هو الابديت سي. يعني ده لو نجح هتلاقي التغير هنا الرقم بتاعه اتغير. طيب نشوف بقى ازاي نطبق الباتش ده عندنا. اول حاجه احنا كريتنا البيز لاين، تمام. طيب البيز لاين حتى الان هي في عالم، والاس اكس اي في عالم تاني، لان البيز لاين دي موجوده فين؟ على اللايف سايكل مانجر. ازاي بقى هطبق البيز لاين دي على الاس اكس اي بتاعنا؟ لازم اجي اعمل له ايه؟ اتاتش. اتاتش للايه؟ للبيز لاين. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ باجي هنا شوف سيلكت الهوست وفي الابديت او على مستوى كلاستر عادي، باجي انا اقول له ايه؟ اتاتش بيز لاين. انت ممكن هنا العلم تكريت بيز لاين جديد، بس دايما احنا بنكريتها في اللايف سايكل مانجر ونيجي نطبقها. اجي اقول له هنا اتاتش بيز لاين او بيز لاين جروب. لما اجي اعمل كده اتاتش المفروض ايه؟ يديك كل البيز لاينز اللي موجوده عندك، سواء انت اللي مكريتها او سواء حد تاني اللي مكريتها او سواء اللي هي الديفولت اللي متكريتها عندك. انا اقول له احنا عايزين نطبق دي واقول له اتاتش. طيب اهي اتطبقت دلوقتي، دي موجوده دلوقتي بقت اتاتشد على الاي 6 اي، لكن هل هي اتطبقت؟ هل هي اتعمل لها انستول ولا لسه في اي حاجه؟ هو حاليا بس الاي 6 اي بتاعك فهم ان في بيز لاين موجوده عندنا وبقت اتاتشد عليه. طيب خلي بالك الخطوه دي تقدر تعملها والهوست بتاعك شغال برودكشن، مش محتاج اي مينتنس مود اي حاجه، عادي خالص. طيب نيجي بقى للخطوه اللي بعدها. لو تفتكروا في البرزنتيشن قلت لك في حاجه اسمها تشيك اللي هو ايه؟ ريميديشن. اللي هو دلوقتي زي ما انت شايف كده البيز لاين موجود، هتلاقي الحاله بتاعتها انون. الحاله دي بتبقى حاجه من ثلاثه، يا انون يا نون كومبلاينت او كومبلاينت. هي دي معناها ايه؟ هل الاس اكس اي اصلا محتاج الباتشز دي؟ يا خباك الخطوه دي جميله جدا. انت ممكن تعمل مثلا بيز لاين وتحاول تطبقها على هوست، تلاقي الهوست اصلا هو عنده الابديت ده مش محتاجه، هو خد الابديت ده باي طريقه ثانيه. طب ازاي اتاكد هل الهوست اصلا محتاج الابديت ده ولا لا؟ ان انت نعمل عمليه الايه، لو طلعنا كده بعد ما تعمل الاتش الاتاتش تقول له تشيك كومبلاينس. تشيك كومبلاينس ده اللي هو ايه؟ اللي هو هتشيك على اوتوماتيك، هنشيك على الهوست ده هل هو محتاج البيز لاين دي ولا لا. لازم الحاله بتاعتها تبقى يا كومبلاينت يا نون كومبلاينت. كومبلاينت يبقى خلاص هي دي متطبعه عنده اصلا ومش محتاجين، نون كومبلاينت يبقى ديت هو كده مش متطبعه عنده، فبالتالي لازم نابلاي الباتشز دي عليه. طيب ازاي بقى اقدر اعمل الكلام ده؟ تيجي في وقت تلاقي يقول لك الايه؟ الهوست كومبلاينس. هنا هتلاقي هو شايف لك ان في ثلاثه بيز لاين عليه والثلاثه انون، لان هو فعلا هم الثلاثه هم انون، الاثنين اوريدي منضافين وواحده اللي احنا ضفناها جديده. فانت بكل بساطه تيجي تقول لي تشيك كومبلاينس، شوف واحد تقول لك نيفر، ودي تقدر تعملها وانت شغال برودكشن عادي ما فيش اي مشكله. اول ما اقول له تشيك كومبلاينس نيجي كده، لو شفنا في التاسك تحت شوف هو بدا دلوقتي تشيك كومبلاينس، بس طبعا ايه شغالين على الهوست 113 بس. انت تقدر دي لو انت ضايف البيز لاين دي على مستوى الكلاستر تقدر تقول له تشيك كومبلاينس للكلاستر كله عادي خالص. وزي ما قلنا دي تقدر تعملها والهوست شغال عادي وعليه في امز وشغال مفيش ده كله. احنا بس الخطوه الوحيده زي ما قلنا قبل كده اللي بتحتاج ان الهوست لازم يكون في المينتيننس مود والكلام ده اللي هي ريميديت، لان دي اللي بتعمل بقى ايه؟ انستول للباتش عليه. طيب دي بتاخد هنا طبعا هي المفروض هي بتاخد ثواني بس لان هو يعتبر بيشيك كمان على
الاثنين الديفولت اللي هم اللي موجودين عليه. شوف دلوقتي ايه اللي حصل، هي المفروض خلصت خلاص، هي كومبليت. جميل، لو جينا هنا نشوف بقى في الاتاتش بيز لاين، دي الثلاثه بيز لاين اللي هم اللي موجودين، واحده بتاعتنا واثنين اللي جايه ديفولت. شوف قال لك الحاله بتاعتها ايه، نون كومبلاينت. نون كومبلاينت ده معناه ايه؟ ان في البيز لاين دي بعض الباتشز ما هياش اصلا انستولد، في بعض الاختلافات، فبالتالي لا احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل لها انستول. شوف هنا قال لك دلوقتي 3 نون كومبلاينت انون ما عادش فيه. شوف قال لك دلوقتي هي ديت فيها كام، فيها 96 باتش، تمام، انكلودد 94 مش عارف كريتيكال ومش عارف كام سكيورتي، لان هو شايك على الاثنين اللي فوق برضه. تمام، طبعا احنا ممكن نعمل دي اتاتش للاثنين دول، تقدر تلغيها عادي مفيش مشكله، لكن احنا لما نيجي نعمل ريميديت ان احنا انستول، احنا بنقول له انستول كذا، يعني انت لو مش عايز يشيك على الاثنين الديفولت دول، لان احنا قلنا ايه تاب ريديفايند احنا مش هنستعملهم يعني. طيب يبقى احنا اول خطوه دلوقتي عملنا اتاتش للبيز لاين، ثاني خطوه بتعمل كومبلاينس تتاكد ان فعلا الايه دي نون كومبلاينت، يبقى معنى كده ان فيها بعض الباتشز اللي هي مش انستولد على الاس اكس اي ده، فاحنا حابين ان احنا نعمل لها انستول. طيب تيجي بقى ثالث خطوه اللي هو بريتشيك ريميديت، هي اخر خطوه بالنسبه لنا ريميديت اللي انت بتعمل انستول. لا انا عايز اعمل بريتشيك، هي بريتشيك ده بقى اللي هو المفروض ايه، هو بيشيك على الاس اكس اي يشوف هل اصلا الباتشز اللي هنعمل لها انستول اللي هي في البيز لاين دي ليها اي بريكويزيت او اي ريكويرمنت لازم تكون متوفره على الاس اكس اي ده قبل ما ننزل. البريتشيك ده المفروض هو اللي يجاوبنا على السؤال ده، يعني ده كده زي دبل تشيك. المفروض مثلا الهوست يكون في المينتيننس مود، حتى لو احنا مش عاملين مينتيننس مود المفروض هو يقول لنا ده انت المفروض تخلي مثلا في المينتيننس مود. طيب لو عملنا كده بريتشيك، وزي ما قلت لك البريتشيك ما بيحتاجش ان الهوست بتاعك يكون فيه يعني وعليه في امز عادي شغال وكده مفيش اي مشكله. تمام، هو هنا لما عملنا نرن هو الايه البريتشيك تاني، قال لك خلي بالك انت عندك دلوقتي مثلا في حاجتين هيحصل لهم، يعني مثلا الفيسان هو دلوقتي مش قادر يشيك مثلا على الفيسان مش مشكله. الاتش اي طبعا هو بيقول لك خلي بالك ان الاتش اي هيتعمل له ديسيبل وقت الريميديشن. جميل، فهو ده اللي ظاهر بالنسبه لنا، ده كله مفيش ايه اي مشكله. طيب كده احنا يعتبر ضفنا البيز لاين، عملنا تشيك الكومبلاينس لان الكومبلاينس فمحتاج كده يتطبق، وعملنا اللي هو الايه البريتشيك. طبعا هنا بيقول لك خلي بالك ان في ايشو ممكن يمنع ان هو يعمل لك الابديت، طبعا اللي هو لانه مش داخل في المينتيننس مود. احنا لو دخلنا في المينتيننس مود حاولنا نعمل بريتشيك تاني هيشتغل، او البريتشيك ريميديشن هيقول لك مفيش اي مشكله عندك. طيب هنا دلوقتي بقى اخر خطوه بالنسبه لنا، احنا عايزين نطبق الباتش ده اللي هو نعمل ايه الابديت ده نطبقه على الهوست بتاعنا. طيب اول حاجه لان هو طالب اصلا يكون في المينتيننس مود، يبقى هندخل الهوست بتاعنا في المينتيننس مود. طيب ماشي شو اكسسبيلتي، دي طبعا المينتيننس مود لان عليه في سان فهو مدينا بس الرساله دي، اقول له اوكي اوكي نتاكد ان الهوست بتاعنا طبعا هل عليه اي في امز اصلا باور اون، لا كله باور اوف، لان لو في حاجه باور اون كان هيتعمل لها مايجريت لهوست تاني. نشوف كده الهوست بتاعنا حاله المينتيننس مود، يدخل الهوست في المينتيننس مود. المفروض بقى بعد ما الهوست بتاعنا يدخل في المينتيننس مود هو خلاص خلاص تمام 100% ريفرش. المفروض بقى الهوست بتاعنا بعد ما بيدخل في المينتيننس مود، خلاص هو دلوقتي بقى في المينتيننس مود، يعني دايما زي ما قلت لك يكاد يكون 99% من البيز لاين بتحتاج ان الهوست يكون في المينتيننس مود، فدايما داخل الهوست في المينتيننس مود اوت، حتى بيبقى اضمن لك عشان لو في اي مشكله حصلت كده ما يبقاش عليه في ام زي ويحصل لها مشكله. طيب احنا كده عملنا الهوست في المينتيننس مود، نيجي بقى دلوقتي اخر خطوه اللي هي الريميديت اللي هو عايزين نعمل انستول للباتشز ده او نابلاي الباتشز اللي عندنا دي على الهوست اللي هو ال 113 مثلا. طيب بتسلكت الباتش اللي انت عايزه، تمام، بتيجي في عمليه الايه ريميديت، اقول له بقى ريميديت، هو دلوقتي بيبدا. طبعا انت لما بيعمل ريميديت هو للعلم بيعمل برده بريتشيك تاني، يعني هو بيعمل بريتشيك ولو في اي حاجه فيها ميسنج برده بيقول لك عليه. طيب في خلي بالك هنا يعني الاتاتش ده بيحط لك بتربط البيز لاين بالاس اكس اي، دي اتاتش بتعمل ريموف
للبيز لاين هتلاقي عندك حاجه اسمها ستيج وريميدييت. هو ايه الفرق بينهم؟ الستيج دي هي خطوه سابقه للريميدييت لكن مش الزاميه، ديت اوبشنال بالنسبه لك. طب ايه الفكره بتاعتها؟ ان لما اعمل ستيج دي انا ممكن اعملها والسيرفر بتاعك شغال برودكشن عادي، ان هو بياخد كوبي من البيز لاين دي يحطها على لوكال على الاي 6 اي. فلما اجي اعمل ريميديت بعد كده هو دلوقتي مش بينستول من اللايف سايكل مانجر او من الفي سنتر، لا ده هو السورس عنده هو بس بينستول، فده بيخليه يبقى الموضوع اسرع شويه. ماشي الفرق كبير لكن احيانا بتفرق يعني. انما انت لو عملت ريميديت، ريميديت دلوقتي هو يعمل انستول كده من اللايف سايكل مانجر عليه، انما الستيج هياخد منه نسخه وبعد كده بترجع تاني تعمل ريميديت. لكن في الحاله دي هو بيابديت منين؟ من النسخه اللوكال اللي عنده. انا هنا اقول له اعمل بقى ريميديت، تمام. طبعا هو هنا عمل ريتشيك تاني، ده الهوست بتاعك، ده التفاصيل اهوت ال7 ابديت 02. انا مش عامل اي ستيجز عندي البادجز، تمام. الريميديشن ريدي، اقول له ريميديت. المفروض دلوقتي لو دخلنا هنا في المونيتور وفي التاسك بيبدا يعمل عمليه الريميديشن. المفروض الريميديشن دي هو بيبدا يعمل بقى انستول او ابديت او ريموف للباتشز اللي موجوده عندنا او اللي ضمن يعني البيز لاين اللي موجود عندنا، وفي الاخر طبعا بيعمل ريبوت لانه مثلا في السيناريو اللي محتاجينه ده ان هو يعمل ريبوت للاي 6 اي. عمليا هي تاخد وقت قد ايه او كده؟ زي ما قلت لحضراتكم ده بناء بقى على ان الباتش اللي عندنا ده او البيز لاين هو موجود فيه كام باتش، وكام باتش ده موجود فيه كام اكشن، وكام حاجه المفروض تتطبق، هل في حاجه تعملها ريموف، هل كله ابديت، هل انستول لحاجه جديده، هل ابديت الهاردوير، وفي حاجات ممكن تحتاج تتعمل بترتيب معين، في حاجات ممكن نشتغله كلها مع بعض. فده كله بيأثر على عمليه الايه، الوقت بتاعها ده بتختلف من ابديت لابديت يعني. انت ممكن ده ما نقدرش احنا نظريا كده نقول اه دي هتاخد وقت قد ايه. ممكن الموضوع ياخد معاك 5 دقايق، ممكن يحتاج ساعه، ممكن يحتاج ربع ساعه، حسب الوقت وطبيعه الحال. الوسط هيتعمل له ريبوت الاي 6 اي من مكان للاخر، وقت الريبوت بتاعه ان هو يشتغل بياخد وقت مختلف. طبعا التاسك بقى بتاعتنا هنا بنتابع ان هي شغاله، خلاص انت بتسيب الهوست بقى يشتغل براحته. هي دايما الطبيعه بتاعتها دقايق بتكون شغاله معانا. المفروض هو لما يشتغل اول حاجه نلاحظها ان البيلد نمبر بتاعه هيتغير، لان احنا بنعمل ابديت للاي 6 اي. طبعا احيانا انت ممكن يكون البيز لاين ده مش مرتبطه بان انت بتغير الابديت نفسه بتاع الاي 6 اي، فبالتالي الرقم ده مش بضروره يتغير يعني. احنا بس عشان السيناريو اللي احنا بنعمله، انت ممكن يكون مثلا بتابديت في مور تولز، بتابديت بعض الهارد اكستنشن مثلا كهاردوير، بتنزل مثلا باتش معينه او هوت فيكس مش هيغير لك في البيلد نمبر بتاعه، هيفضل برده مثلا ابديت 2 اي زي ما هو، لكن هو عمل باج فيكس معينه او كده يعني. مش بالضروري ان الرقم ايه يتغير، لكن في السيناريو بتاعنا ده لان احنا بنابديت من الابديت 2 لل 2 سي، فبطبيعه الحال لازم البيلد نمبر بتاعه يتغير يعني. حاليا وصل خلاص 93%. هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ شوف يعني هو بدا يعمل عمليه الريميديت انستول، شيك عليه تاني، عمل انيشيت للهوست ريبوت. طبعا لان عندنا في سان فبي ابديت الفي سان كونفيجريشن، ده من ناحيه الهاردوير يعني من ناحيه الاي 6 اي، لكن هو ما عملش ابديت للفي سان. الفي سان له ابديت تاني خالص مختلف الطريقه بتاعته، فبالتالي هو هنا خلاص ماشي في الخطوات خلاص كده ريميديت كملت 100%. طبعا هو خد له هنا حوالي مثلا 5 دقائق، انا كنت بس موقف الفيديو طبعا، ما خدش كتير يعني لان السيناريو عندنا مش كبير والهوست ما احتاجش وقت كتير عملية الريميديشن يعني. طيب شوف بقى هنا الهوست ده البيلد نمبر بتاعه اختلف، 184 اهوت الرقم بتاعه. هو كان قبل كده كام؟ الهوستات التانية 176. يبقى كده عملية الابديت بتاعته ده تمت بنجاح، ان هو حصل له ابديت من 7 ابديت 2 لابديت 2 سي اللي موجود عندنا. ممكن تعمل، تقدر تعمل بقى اي ابديت تاني، تقدر بقى تطبق نفس الكلام ده على الهوست التاني التالت البتاع. عندك بقى عشرات الهوستات مفيش اي مشكله، زي ما قلنا تقدر تعمل على الهوست نفسه دايركت كده زي ما احنا عملنا على الهوست، او ممكن على مستوى الكلاستر. يعني مثلا لو جينا على مستوى الكلاستر، شوف هتلاقي الكلاستر هنا لو جينا في البيز لاين اللي فيها، هو طبعا شايف لان دي موجوده احد الهوستات اللي فيها. انما مثلا لو جينا بقى على الهوست اللي هو مثلا 111 وجينا ابديت هنا، شوف مش شايف الايه البيز لاين دي، تمام. طبعا احنا ممكن نيجي هنا على البيز لاين دي ونعمل تاني البريد تشيك، نعمل البريد تشيك تاني تشيك كومبلاينس. طبعا هو الهوست بعد ما يتعمل له
يخلص الابديت واوتوماتيك بيعمل تشيك كومبلينتس تاني عشان يشيك على البيز لاين اللي عنده. فاحنا هنا مثلا بنعمل تشيك كومبلينتس على مستوى الكلاستر نفسه. تاخد ثواني. طبعا على مستوى الكلاستر هو بيبقى ضيف لك هنا جزء اللي هو ايه، يقول لك ايه عندك 3 اس 6 اي، الثلاثه يقول لك الاصدار بتاعهم كام، 7 ابديت 2. لو في حاجه مثلا 7 ابديت 3 7 ابديت 1 يقول لك انت عندك مثلا ايه الاجمالي 3 اس 6 اي 2 مثلا 7 ابديت 2 1 7 ابديت 3 حسب بقى الايه الاصدارات بتاعتك. طبعا هنا ما بيفرقش معايا هل هو مثلا ابديت 2 بس ابديت 2 ايه ولا سي ولا دي، هو اجمالي ان هو بيديك الايه الفيرجن الاجمالي بتاعه. طيب هنا خلاص الهوست بتاعنا يعتبر الابديت بتاعه كمل. نشوف بقى كلمه ايه بقى اصبح كومبلاينت. كومبلاينت كده ان هو مش محتاج ينستول البيز لاين ديت عليه تاني لان هي خلاص اوريدي كده اصبحت موجوده. انما لو رحنا مثلا على الاس اكس اي اللي هو ال 111 تمام وعملنا اتاتش للبيز لاين نفس الكلام تاني، ادا الهوست ادا مثلا اهو تمام، ونقول له تشيك كومبلاينتس تاني هيبدا يشيك المفروض ايه اهي نان كومبلاينت. طبعا هو خلص على طول لان هي موجوده على نفس الكلاستر فهو شيك عليها على طول. الهوست الثاني برضو اللي هو الايه ال 112 برضو نضيف عليه، المفروض بقى تبدا ايه نفس الخطوات الثانيه هتطبقها عليه. طبعا زي ما قلنا انت ممكن اهي شوف هو اوتوماتيك لما نزلت عليه نان كومبلاينت لان احنا مشيكين على مستوى من على مستوى الكلاستر هو بس ديفولت. طبعا انت تقدر هنا على مستوى الكلاستر تقول له ريميديت على طول، تدخل بس الهوستين دول في المينتننس مود تعمل له ريميديت. طبعا هو في الحاله دي هيعمل على كل الاس اكس اي اللي في الكلاستر، لكن طبعا مش هيعمل على الهوست 113 لان هي بالنسبه له كومبلاينت. هي الفكره كلها في اللي هي الهوستات اللي هي النان كومبلاينت. يعني شوف هنا مديك تحت اهوت قال لك الهوست ال 113 كومبلاينت لان ده عمل ليه تمام، والاصدار بتاعه اللي هو ال 2 سي ال 2 بس ده اللي هم يعتبر اللي انا كومبلايت. انت لو قلت له دلوقتي ريميديت هيطبقه على 111 112 وزي ما قلنا لو بتعمله على مستوى كلاستر كامل هو بيمشي هوست بهوست ما بيحصلش كلهم مع بعض في نفس الوقت عشان لو عندك في امز. يبقى هو ده كده موضوع ازاي نقدر نعمل بيز لاين وازاي مثلا نطبق على هوست معين. زي ما قلنا البيز لاين بتاعتك ممكن يكون فيها بقى حاجات كتير بناء على ايه الباتشز اللي عندك، ممكن يكون باتش كامل بابديت كامل، ممكن يكون مثلا لا سوفت وير ماين بعمل له ابديت بابديت في مور تولز، في طرق كتيره وفيها باتشز كتيره تقدر تختارها زي ما تحب. طبعا هنا هو تعمل مثلا مديك زي ما قلنا في حوالي 9 مونتس، هنا انا اقدر ممكن اقول له لا طبق لي مثلا على حاجه هاردوير مثلا سوفت وير معينه زي ما تحب في السيناريو ده. يبقى كده خلاص الاس اكس اي بتاعنا اتعمل له ابديت بشكل تمام كويس، نخرجه بقى من المينتيننس مود ودلوقتي ريد ان هو يشتغل في البرودكشن. طبعا النقطه الاخيره هنا ان احنا عندنا قاعده مهمه جدا في عمليه الابديت بالذات، يعني هي تبقى مهمه لما تعمل ابجريد دايما اعمل ابجريد للاي 6 للفي سنتر الاول. يعني انت عندك دلوقتي محتاج تعمل ابجريد للفي سفير ككومبوننت عندك اي 6 اي وفي سنتر. طيب في الحاله دي اعمل ابديت لمين الاول او ابجريد لمين؟ هقول لك تبدا بالفي سنتر لان الفي سنتر لازم يكون الاصدار بتاعه الفيرجن بتاعه يساوي الاس اكس اي او اعلى منه، انما ما ينفعش ان الاس اكس اي يكون اصدار احدث من الفي سنتر. لو الاس اكس اي كان منضاف في الفي سنتر وعملت له ابجريد مثلا والاصدار بتاعه بقى احدث من الفي سنتر هيعمل ديسكونكت من الفي سنتر على طول. ليه؟ الفي سنتر ما ينفعش تضيف فيه اس اكس اي الاصدارات بتاع الاس اكس اي اعلى منه، فبالتالي عشان تبقى في السيف سايد وتمشي الموضوع طبيعي ابجريد الفي سنتر الاول. ده في حاله لو انت هتطلع الابجريد اصدارات مختلفه يعني، لكن لو في حاجه مثلا زي اللي احنا بنعملها ديت جاست بس اللي هو انت في نفس ال 7 ابديت 2 لكن بتطلع مثلا من ايه لسي لدي الكلام ده، دي ما فيش فيها اي مشكله ان شاء الله. لكن دي قاعده مهمه دايما الفي سنتر لازم يساوي الاصدار بتاع الاس اكس اي او اعلى منه، لكن العكس غير صحيح. ده كده كان موضوعنا النهارده ونشوفكم قريب جدا في فيديو جديد. سلام عليكم.